رغم ما تعانيه الغوطة الشرقية بريف دمشق من حصار وقصف ودمار، يستمر سكانها بأعمالهم الزراعية، ولجأوا لصناعة البيوت البلاستيكية لضمان استمرار زراعتهم ومحاصيلهم الصيفية. البذور اللي زرعناها بيوت البلاستيكية لأنه نحن اضطرينا نسوي بيت بلاستيكي ونحنقوا البذور منه ونزرعه بالأرض، فالأوضاع كتير تعبانة، عم نضطر إنه بأرض يعني ننكش ونحصد ونزرع بإيدنا كل شغلنا، لأنه المواد والمحروقات كتير غالية وما في عنا سيولة نجيب. مراحل عدة من الأكياس إلى الأرض بعد حرثها، وصعوبات تكمن في تأمين المياه وسقاية المزروعات، وغلاء الأسعار ناهيك عن القصف المستمر على المنطقة، في موقف يصعب على المشاهد تصديقه أنه في غوطة دمشق. نعاني بمشكلة غلاء البذور وغلاء المازوت وغلاء الأكياس، وعم نتعذب بجيبة كتير كتير بسبب غلاء البذور والمواد الزراعية، وشغلة ابتدائية عم نبلش فيها، شغلة ابتدائية صغيرة، منشأة صغيرة. يبحثون في هذه البيوت عن لقمة عيشهم وقوت أطفالهم، على أمل أن يجدوا بيوتا إسمنتية تحميهم من براميل النظام وصواريخه الفراغية.